عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما واهلكم وحبابكم وكل من هو عزيز عليكم بصحة جيدة بحول الله تعالى. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، والله يرفع عنا هذا الوباء يا ربي. كنرحب بالناس اللي عاد التحقوا بالقناة وكنقول لهم ألف 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 مرحبا، وما كنساش حبابي القدام والغاليين اللي بداو معايا القناه من البدايه ديالها، وكنرحب بهم وكنشكركم كاملين على التعاليق اللي كتكتبوا لي الزوينه وكتحفزني بالطاقه الايجابيه، وشكرا جزيلا ولله يخطيكم عليا. يلا بسم الله على بركه الله ننتقلوا للمقادير ان شاء الله. 500 غرام ديال القشده الطريه ديال لا كريم فريش، غندير انا 250 غرام منها. عندي هنا 250 غرام ديال الماسكاربون، عندي هذا الكاكاو المر، عندي هاد لي بيسكوي، هادو الكميه غير محدده كل واحد على حسب، عندي قهوه سريعه الذوبان، وعندي الماء باش غادي نخلط القهوه، وعندي مول ملبسه انا غنوريكم مول ملبسه هذا بلاستيك باش غنوضع فيه لي بودوار. صافي يلا. وعندي سكر كلاصي، سكر كلاصي اختياري، انا غادي نديرها واحد ما عنديش كميه كثيره غير شويه. يلا ان شاء الله بسم الله على بركه الله. اول عمليه غنقوم بها وهي غادي ندير هذا القهوه سريعه الذوبان دو، غادي ندير واحد ثلاثه المعالق باش ندير فيهم البسكويت ها الاولى، الثانيه، الثالثه ما نديرهاش عامره بزاف، غادي نصب عليها الماء وغادي نخليها تذوب واحد شويه ونرجع معاكم. البنات هي عندي هنايا عبرت 250 غرام ديال القشده الطريه، وغنضيف عليها جوج معلقات ديال السكر كلاص، حيت لي هاد البسكوي حلو من الاحسن اللي بغى يدير السكر يديرو، مابقاش يديرو ما يديروش. هاد القشده راه مسوس. يلا انا غادي نطرب هذا، نديرو غير هذا نصف تطراب مي مونطي، ما غاديش نمونطي حتى بسم الله. صافي هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه. انا غادي نجيب سباتيل باش نحل نفتح هذا الجيب باش نهبطو. نضرب واحد شويه. انا غادي نوضع هذا في هذا الجبن اللي حصلت عليه، غادي نوضعه في الجيب حلوان. من الاحسن كتجي خدمتهم نقيه وكتجي، غنوضعو كامل هنا. صافي نوضع نصف الكمية، نوجدو هكا كلشي معانا باش تجي ساهلة الخدمة. نوضع لي بسكوي هكا غير نغطس ونحيد ونستف انا باش يبان لكم مزيان. فوالا دابا كيبان لكم مزيان بسكوي، انا ناخد لي بسكوي غير نغطس ونقطع مازال.
في جنسيني. البنات انا غادي نزيد الكوش الثاني. صلاة على النبي. عمرت الدنيا بهذا القهوة، ماشي مشكلة نصفو. نزيد كوش اخرى ديال لي بودوار مع الليمون الصغيور. صلات على النبي، بقات لي غير وحيده. صافي غنضيف هادشي اللي بقى لي. البنات هاد التيراميسو ديالنا رفيت في الثلاجه، وانا غادي نرش عليه كاكاو. البنات هو تزيين خفيف وظريف، درت معلقة ورشيت عليها الكاكاو وعطات هاد. وها التيراميسو ديالنا موجود، ونتمنى تصيبوه لوليداتكم واهلكم وحبابكم بالصحة والهنا ويعجبهم. انا غادي نقطع لكم ان شاء الله طريف منه. شتو كيجاو لي زيطاج؟ المهم كل واحد يدير طاج واحد ولا يدير جوج ديال لي زيطاج، وبصحتكم وبراحتكم. بسم الله. شوفوا كي جا روعة. يا سلام، يم يم. واه عرفتوا لوغو ديال القهوة؟ ما شاء الله ما شاء الله. نذوق نقول لكم. صراحة بنين. الله يعطيني الصحة. البنات في نفس البول غادي نعملهم انا دي فيغين. الكمية اللي بقات لي من هاد 500 غرام ديال القشطة الطرية غادي نديرهم دي فيغين. عندي 4 ديال الكويسات وغادي نديرهم دي فيغين، وما غاديش ندير الماسكاربون. بالنسبه اللي عنده الماسكاربون يدير، ندير لكم جوج الاشكال باش اللي ما عندوش، وهذا غيطلع ساهل. ندير الكريمو، غندير معاه واحد شويه السكر، غندير غير معلقه، غندير غير معلقه ديال السكر. والقهوه عاود زدت القهوه، زدت القهوه وزدت الماء. بسم الله.
سوا القوام المتقن. نضيف مع هاد ياوغت طبيعي بالسكر هذا. وانا غادي ندير هنا واحد زوج وغنضيف معاه واحد جوج فرميجات متلتين، هما جوج فرماجات ديال متلتين اللي بغى يدير المربع يدير المربع. انا غادي نخلط كلشي دابا الكريمه مع هذاك الياغورت اللي قلت لكم، هو طبيعي بالسكر وجوج ديال الفريميجات. اللي ما عندوش الماسكاربون ولا بغاش يديرو حط الماسكاربون فيه. انا غادي نوضع هاد الجبن في القرش باش نزيد هاد لي فيرين. غادي نهد لي بيسكوي بودوا، انا غنعاود نفزهم. اي كيسان عندكم، ماشي بشرط اي كيسان عندكم، غنحط فيهم كاملين. غنعطيكم ثلاثه ديال الاشكال، كاين هذا اللي درت فيه اربعه، هذا غندير فيه غير ثلاثه، الاخرين غنخليهم سامبل اللي بغى كل واحد باش يزين الطبق ديالو. هادو غير اشكال، مجرد اشكال عطيتها لكم اقتراحات عفوا. صافي، وهادو انا غنخليهم بلاش ما ندير لهم. البنات هما لي فيغين، ها هما يا كل واحد يزين بالطريقه اللي كتحلالو. ها نتوما هادوك درت ليهم هذاك البسكويت في الجنيبات، وهذا خليته سامبل، درت غير الوسط والتحت في لاباز. ها نتوما هذا بحال هذا درت فيه اكثر من هذا، درت فيه ثلاثه ديال البسكويت، هذا درت فيه اربعه. ايوا ها هما، نتمنى يروقوكم يعجبوكم. واللي عنده بغى يدير لي فيغين يديرهم، اللي بغى يدير مول هذا فرد عائلي يعملو. يلا خليت لكم الصحه والراحه، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله. الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو. ايوا ما تنساونيش من دعوات الخير.